حمل همامي مش سياسي فقط، خلي العباد انا ماذا بيا على حلقة كاملة معاك، مش نسألك برشا أسئلة في الجوانب الأخرى، أما الوقت ما يسمحش، نسألوا شوية أسئلة الخارج على حمل السياسي. مثلا حملتي معروف بحبك لجمعية النادي الإفريقي. نحبها ومش نحبها بركة. أنا كنت لاعب فيها في ألعاب القوى، كنت أعمل 100 متر فيتاس، وكنت نعمل القفز الثلاثي. ما تغشش عليها ساعات تقول لي هزي ستوب، تطلع لي الدم مش نتغشش. لا ما مش نكرهها. لا مش كنت النادي الفريقي مشكلة نتاع لم تعصر لم تعصر إدارتها. مطالب اليوم نعصرت بعصرانه ادارتها. شنو الخطا اللي ارتكبه حمل همامي وما نجمش يسامح روحه عليه ولا ينساه؟ الخطا اللي ارتكبته في حياتي وبقى على ضميري. قعد التو يوجع فيك اليوم. بقى يوجع فيا. والاول مره نحكيها. فهمتني؟ مرة نذكر أنا وراغية، وكانت عندنا كرهبة أمويت كانت تذكرها، وأول مرة نحكيها هذه، وثم زوز أولاد يمشوا قدامنا في رمضان وقت في الليل على موبيلات، ونحن نحبوا نتعدوا وهو مسكر علينا، والولد عمل إشارة بيده مش في بالي، عمل إشارة بذيئة. هو ذرو قال لنا فهمتي منها تعداو. هبطت ودزيته ما طيحتوش، ما ضريتوش الحقيقة وكل شيء، مدزيته قلت له عليه شكا. خزر لي وقال لي علاش تسيء الظن بيا؟ ما يعرفنيش راه. قال لي فهمتك. قال لي راني عملت لك إشارة وقلت لك تعدى. تعرفي لاني في حياتي عمري ما ضربت حد، عمري ما اعتديت على حد. بقيت قلت مرات الواحد قديش يغلط. بقى كيفاش وقتها دزيته وهبط متغشش. كانت ظروف معينة. لا. تعرف فيها وقت نجي نعاود حياتي ظلمتش حد. قعدت في مخك. قعدت في مخي. شنو هي الصفة اللي تعرف بها حمل همامي والمقربين ليك؟ تقول لك حمل همامي بنتك ولا زوجتك أو. لا مش ترى دي حتى الناس المقربين. الناس المقربين يقول لك حما الهمام يتنجم عنده كل شيء لا يا انه يكون قلب وكحل. اكثر حاجه تكرهها في البشر؟ النفاق. انا كذا عندي حاجه على منى ما نجمش نقابلك وانا نضحك. واضح. ينزل نوصل لك نفرغ ايش عندي وبعد تبدا من جديد. بعد نرجع نضحك. وقتاش ما يسمحش حمل همامي؟ انا الحاجه الحقيقه عمري ما نجم نسامح فيها اللي هي كذا عندك امانه وانك تخونها. خيانه الامانه. والامانه راهي تلقاها فهمتي منها امانات. صحيح. والامانه امانات بالنسبه لي انا. مثال حتى نحكي انا وياك. قلت لي حما الكلام هذايا يحبس عندك. تلقاه ديجا وصل قبل ما توصل انت. طيب فرضا بعيد الشر عليك طبعا لو يدخل حما في ازمه نفسيه وديبرسيون شنو تعمل؟ صعيب تعرفيش علاش ندخل ديبرسيون. انت برشا الحمل همام. لا خليني نحكي لك علاش. نحكي لك حكايه مثال قصيره. احنا في العائله رغم لان الوالده توفى المرحوم عمره 100 سنه. عائلتنا بكل عندهم غلة دم إلا يا أنا. عند خويا الشاعر طاهر الهمامي كبر مني نهار قال لي حما مش مفروض أنت عندك غلة دم وراو نحن لباس. علي صار جاوبته قلت له يا طاهر أنا عندي دواء سحري غريب وعجيب. قال لي شو هو؟ اللي هو الضحك. الضحك. قلت له راني في الحبس كي ما نلقى شكون نضحك نضحك على روحك. على روحك. كذا في السيلو. لذلك نقول للتوانسه في اتعس الاوقات. تقلبها الضحك حتى الدراما. وراضي النصراوي اللي خلاني النجم نقول لك نتعاشر العشره هذه الكل. نهار كل نضحكوا. عديت برشا ازمات بالضحكه. وقتاش حمل همامي قرر يعتزل السياسه؟
انا بالمعنى هذا انا مانيش سياسي، خاطر نحن السياسه في المجتمع تاعنا كان حرفه، كانك تخدم معتمد وتخدم والي وتخدم سياسي. انا اعتبر روحي مناضل سياسي، واللي يناضل ما يعتزلش راهو انهارت اللي يتكب. وهو يدافع عليك القيم اللي يدافع عليها. علي الريحي مات الله يرحمه وهو يغني فوق الركب، فوق المسرح. وهو فوق المسرح. ايوه على ذكر علي الريحي، السؤال اللي بعده، اكثر اغنيه يتصرف انا معاها حامل همامي، مش باش نقول لك غني، يعطيني اسم اغنيه كهو. بس ما نعرفش نغني. لا لا مش انا مش باش نتجرأ ونعمل لا لا لا. تعرف تخطب اي تعمل اجي اي. راضية تعرف تغني. راضية تعرف تغني. ربي يشفيها ان شاء الله. زوز اغاني عشت بهم في السريه. ما تتصوريش قديش طلعوا لي المعنويات. اللي هم سيني عن سيني. نتاع فيروز. حلوه ياسر. كنت تنجموا حتى تسمعونا منها طرف. والله ماذا بينا من الوقت قاعد يهمنا. انا وعدك اللي انا باش نسمعها. وعندك يا بحريه. يا بحريه. عندك بحريه. هي هيلا هيلا. نتاع مرسال الخليفه. شكون ما سمعهاش في الجامعه؟ هذاك وقت اللي نسمعهم. تحس مشاعرك تتحرك. لا 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 ندفع لقدام. اخر فيلم تفرج فيه حامل همامي؟ اخر فيلم. اخر فيلم تفرج فيه في السينما. في السينما. اخر فيلم هو مشكي وعاود. مشكي وعاود. هي. في دار الثقافة وقتها مش كاين تقابلنا غادي. لا لا في الكوليزي. كوليزي. طيب نتفرج فيه في دار الثقافة. أما في التلفزة نتفرج ولا في الفيديو. راضية في كلمة حامد. راضية في كلمة. راضية هي بالنسبة لي هي الدنيا الكل.